رصاصة الرحمة من ميسي ستفتش عنها يا ولدي. قصة العشق العالمية مع الشباك. أصبح غياب الأرجنتيني باولو ديبالا عن كأس العالم فيفا قطر 2022 شبه مؤكد بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق سيبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين. وتعرض ديبالا للإصابة خلال مباراة فريقه روما أمام ليتشي في الدوري الإيطالي، واستبعد المدرب جوزي مورينيو مشاركة اللاعب في كأس العالم قائلا إنه لا يتوقع عودته إلى الملاعب خلال العام الحالي، مؤكدا أن حالة الوافد الجديد على فريق الذئاب أسوأ مما بدت عليه. وبذلك ينضم ديبالا إلى لائحة نجوم طالتها لعنة الإصابات قبل كأس العالم. وكانت لعنة الإصابات حرمت منتخب دياكا من لاعب وسطه بول بوكبا، والذي كان أحد العناصر البارزة لحصد المنتخب الفرنسي كأس العالم الماضية، فيما تعرض خط دفاع منتخب الأوروغواي بدوره لضربة موجعة بعد أن غيبت الإصابة مدافع برشلونة أراوخو، فيما ما تزال تنتظر الجماهير الألمانية إمكانية عودة الساحر ماركو رويس للالتحاق بكتيبة هانز فليك. ففصول غياب قائد بروسيا دورتموند عن البطولات الكبرى هي الأشهر بين نجوم الكرة.